المستشار، توصيف حضرتك للأزمة الأخيرة ما بين أحمد مرتضى منصور وعمر الشبكي وتطورات هذه الأزمة، وحضرتك أصبحت طرف في يعني وقت ما في هذه الأزمة. لا، هي هقول يعني هذا السؤال الإجابة عليه لابد أن نتفهم المسألة من أولها. المسألة أن ورد حكم محكمة النقض بيفيد بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشبكي. نعم. في نفس الجلسة كانت هناك شهادة من محكمة النقض بأن هناك قضية مرفوعة على أحمد النائب أحمد مرتضى، وهذه القضية قضي فيها برفض الطعن. نعم. أثير أمام المجلس في هذا الشأن إن إحنا أمام حكمين متعارضين، يعني حكم بيبطل عضوية وحكم بيصح عضوية. بالرغم من بيان محكمة النقض، سيادة المستشار عفوا لمقاطعتك، ولكن بالرغم من بيان محكمة النقض اللي يعني جاء تصحيحا وتوضيحا ل يعني ما أوكل إليكم بعد ذلك من توضيح أيضا. ما أيضا اديني فرصة عشان أوضح المسألة توضيح كامل. اتفضل. في هذا الشأن أعضاء المجلس الجلسة العامة طلبوا إحالة المسألة للجنة التشريعية والدستورية ثقة في هذه اللجنة. أحيلت في اليوم التالي مباشرة للإحالة، والإحالة كانت لسببين: هل في تعارض بالحكمين ولا لا، وأي الحكمين واجب النفاذ. نعم. القضية عندما الموضوع عندما أحيل طلبت من محكمة النقض الصورة الرسمية من الحكم التاني، فتبين أن الحكم التالي غير خاص، يعني خاص بمرحلة الأولى من الانتخابات. صحيح. ومن ثم فلا تعارض بين الحكمين. طيب. فيما يتعلق لماذا رأي حضرتك لم يصل أو يعني لم يتم يعني لم يصل لرئاسة المجلس حتى يعني تفاعله؟ لا 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 لا، أنا هقول لك الرأي وصل وكل حاجة، يعني معلش، يعني مدام أثير هذا الأمر لابد أن نوضح الحقائق وفي عجالة سريعة في هذا الشأن. تفضل يا سيادة المستشار. في هذا الشأن اتعرض على اللجنة، كان هناك ثلاث آراء. لا، رأي يرى تنفيذ الحكم بشقيه. نعم. يعني يرى تنفيذ الحكم بشقيه في هذا الشأن بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، وبالنسبة لعمرو الشبكي مع الاحتفاظ بالألقاب بتصعيده. نعم. ورأي آخر كان يرى أننا عندما باشرنا قبل أن نباشر وفقا للمادة 104 عضو البرلمان لابد أن يقسم يمينا باحترام الدستور والقانون، فقالوا أن المادة 107 أو 108 من الدستور بمقتضاها أنه إذا أبطلت عضوية بيفتح باب الترشح، والمادة 384 من اللائحة اللي صدر بها القانون رقم 1 لسنة 16 بتؤكد هذا المعنى. ورأي آخر قال أن إحنا نبعث لمحكمة النقض الاستفسار منها وفقا للمادة 192 فقرة 2 من قانون المرافعات تفسر لنا الحكم على ضوء المادة 107 و 108 من دستور 384 من القانون. نعم. طب توصلوا ايه في الاخر بعد كل هذه الاراء؟ معلش يا سيادة المستشار، لان طبعا حضرتك قمة قانونية، يعني البعض ممكن يصعب عليه ربط كل هذه الاراء، توصلوا ايه في النهاية؟ في النهاية رأي يعني حضرتك كان بيقول ان في عبارة عن في قضية مرفوعة بالتماس اعادة نظر محدد لها 20/9. انا في اللجنة عرضت هذه الاراء الثلاثة، ولا بد من الاقتراع على الاراء، حدث مشدد. نعم. فاعلنت امام الجميع وامام وسائل الاعلام ان انا متنحي عن رئاسة اللجنة فيما يتعلق بهذا الموضوع، واحالة الموضوع برمته الى رئيس المجلس بمذكرة تتضمن الرأي التفصيلي لكل ما حدث مقرونة بجميع. طب سيادة المستشار، كان هناك في اليوم التالي ارسلت لرئيس المجلس. بالفعل كان هناك رأي قانوني يقول بانه عدم تفعيل او عدم تنفيذ حكم محكمة النقض ونفاذه يعني في اخلال بالشرعية وعدم احترام لاحكام القانون. ما هذا رأي من الاراء اللي كانت مطروحة، انما الموضوع الآن ليس لا دخل للجنة الدستورية والتشريعية به، لأن الموضوع برمته من اليوم التالي أرسل إلى
السيد الدكتور رئيس المجلس بمذكرة تتضمن هذا الشأن. أنا بشكرك المستشار بهاء الدين أبو